إذا رأيت المبتلى أو المريض لا تضحك عليه، احمد الله سبحانه وتعالى أن الله عافاك. إذا رأيت إنسان يشرب خمر احمد الله سبحانه وتعالى وتنكر على الخمر يشرب الخمر، لأن هذا الآن ما نحن فيه من الإسلام والصلاة والعبادة والله هذا ليس منا، هذا من الله. أنت كنت قبل هذا مثل هذا، يعني ليس على الإسلام وعلى المنكرات وكذا، الله من عليك احمد الله سبحانه. إذن لابد أن تحمد الله، تشكر الله على النعمة، تنكر المنكر نعم لكن بالمعروف ليس بالمنكر، ليس بالضحك بالاستهزاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباع الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.